محاضرة جديدة من كورس البرمجة بلغة بايثون. في هذه المحاضرة راح ناخذ مثال تطبيقي على الدالة if والأمور اللي تعلمناها سابقا. سنطبق مثال إدارة العضويات بشكل مبسط حتى نتعرف على كيفية الفحص وكيفية الإدخال من خلال الدوال. طيب راح ننشئ تطبيق. هذا التطبيق من خلاله نقدر نكتب اسم الأدمن ونتأكد انه هذا الاسم هو ضمن الأدمن ام لا. اذا كان ضمن الأدمن راح نحاول نخلي الأدمن يغير الاسم من خلال استخدام الدوال. طيب لو كان عندي ليست، هذه الليست اسمها أدمن تساوي، طبعا احنا تعرفنا على كيفية انشاء الليست سابقا، وطبعا انشأت الليست مسبقا حتى نختصر من وقت الفيديو. هذا الليست يحتوي على 3 أسماء، وطبعا هذه الأسماء هم الأدمن بهاء علي وأحمد. طيب راح نطلب من الأدمن يكتب اسمه. طبعا بعد ما يكتب الاسم راح نطلب من البرنامج يشيك هل الاسم هو ضمن الأدمن أم لا. إذا كان ضمن الأدمن راح يسمح له إنه يغير الاسم، وإذا كان لا راح يطلب من عنده إنه يحاول لاحقا بأن المعلومات مو صحيحة. طيب راح نسوي متغير، هذا المتغير راح نسميه name وراح يساوي input بهذا الشكل، وراح نكتب بداخل ال input نطلب من المستخدم او الادمن ان يكتب اسمه بهذه الطريقة type your name، متغير اسمه name على شكل input مكتوب به نص تعريفي يطلب من المستخدم انه يكتب الاسم. طيب راح نجري عملية run من خلال run، وطبعا نختار الملف بهاء اللي هو الملف اللي اشتغلنا. اول ما فتح الملف البرنامج طلب من المستخدم كتابة الاسم، مثلا راح اكتب بهاء. طيب الان راح نجي نشيك اذا كان هذا الاسم اللي تم كتابته بهاء هو ضمن قائمة الادمن، راح تظهر رسالة معينة الى الادمن، واذا كان لا مو من ضمن هذه القائمة راح تظهر ايضا رسالة اخرى للمستخدم. راح نجي من خلال الدالة if راح نكتب if هذه الطريقة، مساحة راح نكتب name. إذا كان الاسم المكتوب عن طريق المدخل input اللي اسمه name، الاسم اللي تم كتابته هذا اللي هو بهاء، راح نشيكه هل هو ضمن إن هنا تعني ضمن، هل هو ضمن الأدمن، ضمن خانة الأدمن. هذه الجملة تعني هل انه الاسم اللي مكتوب من خلال المتغير اللي اسمه name هل هو موجود ان بداخل الليست اللي هو اسمه admin. طبعا راح نخلي نقطتين شارحة ضروري جدا. اذا كان نعم فعلا هو من ضمن الادمن راح تعطينا رسالة print، مثلا بداخل هذه البرنت مثلا نكتب hello، وطبعا راح نضيف اسم المتغير اللي تم طباعته الجديد اللي هو النيم هنا راح نضيفه على شكل زائد. شنو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير انه اذا كان الاسم اللي تم طباعته هنا ضمن القائمة الموجودة راح تطلع رسالة ترحيبية هلو، وراح يكتب مع الرسالة اسم الادمن اللي تم كتابته هنا النيم هذا نفسه سوينا له هنا ادراج بهذه الطريقة. طيب راح نجي نعيد من جديد ونشوف type your name، راح نكتب بهاء ومن ثم انتر، راح نلاحظ هلا وبهاء. طيب راح نجرب مرة أخرى type your name مثلا علي، هلا علي. طيب راح نجرب اسم آخر مثلا سلام بهذه الطريقة انتر، ما راح تظهر لنا رسالة. ليش؟ لأن الدالة اف شيكت عندنا الاسم اللي تم طباعته هنا غير موجود بالقائمة. إذا لاحظ سلام غير موجود بالقائمة فطلعت لنا رسالة أخرى، أو بالأحرى ما ظهرت رسالة ظهر عندنا فراغ. حتى نخلي البرنامج يظهر لنا رسالة هنا بالأسفل راح نكتب else مثل ما تعلمنا else، وأسفل else راح نكتب رسالة print مثلا، راح تكون هذه الرسالة طبعا نخلي double quotation mark، وراح تكون هذه الرسالة you are not admin، انت غير admin. طيب راح نجرب هنا راح نكتب سلام مثلا بهذه الطريقة انتر you are not admin. طيب راح نجرب نكتب مثلا احمد انتر hello احمد.
طيب فمن خلال الاف والالس شيكنا ان المستخدم اللي تم طباعه الاسم هو ضمن قائمه الادمن. طيب بعد ما تاكدنا انه هو ضمن قائمه الادمن راح نسمح للمستخدم بان يغير اسمه بالاسم الجديد، يعني يسوي ابديت للادمن. طيب راح نسوي متغير جديد، هذا المتغير راح نسميه اوبشن بهذه هي الطريقه يساوي input، وطبعا راح نضيف update. احنا انا راح نطلب من عنده update، بامكانه انه يسوي update للمستخدم من خلال انه يكتب update. طبعا بامكاننا انه نطبع له هذه الرساله type update، اكتب update هذه الطريقة. طبعا اللي صار هنا فقط انه نضغط على التاب حتى تتوحد عندنا الامور. اللي صار هنا انه المستخدم كتب اسمه اللي هو مثلا بهاء، والدالة شيكت من خلال الاف انه هذا المستخدم بهاء هو ادمن فعلا موجود ضمن القائمة. طبعا طلعت له رسالة هلو بهاء. بعد ما طلعت له رسالة طلعت له رسالة اخرى اكتب ابديت اذا تريد انت تسوي ابديت. نجي نجري العملية بهذه الطريقة type name مثلا بهاء enter hello بهاء type update راح نكتب update بهذه الطريقة راح نكتب update. بعد ما راح نكتب update البرنامج راح يشيك وطبعا راح يجري رسالة أخرى. اللي راح يصير هو أنه بعد ما نكتب update، يعني بعد ما احنا راح نطلب من البرنامج أنه يسوي لنا update، راح نطلب من البرنامج أنه يجرينا الدالة التالية. هذه الدالة اللي راح نشرحها لاحقا. بعد ما كتب المستخدم update راح تظهر رسالة أخرى، هذه الرسالة اللي هي اسمها بمتغير اسمه new name. بهذه الرسالة راح يطلب البرنامج من المستخدم يكتب اسمه الجديد بعد ما طبعا هو كتب update. هذه الرسالة تعني انه البرنامج راح يطلب من المستخدم كتابة الاسم الجديد بعد ما هو طلب عملية الابديت، راح يطلب من عنده البرنامج انه يكتب الاسم الجديد type your new name. طيب بعد ما يكتب الاسم الجديد راح يتم تعديله هذا الاسم الجديد ووضعه بمكان الاسم القديم. طيب نعيد العملية. طيب ممكن نشاهد العملية بشكل أولي قبل ما يصير عملية التعديل. طيب نجي هنا نجري العملية type your name مثلا بهاء hello بهاء type update راح نطبع الابديت راح نكتبها بهذه الطريقة type your new name مثلا راح أسمي الاسم الجديد سلام مثلا. بعد ما أنا كتبت الاسم الجديد راح نطلب من البرنامج انه هذا الاسم الجديد راح يسوي له أبديت ويحدثه ويضع مكان الاسم القديم اللي هو كان اسمه بهاء. هذه العملية تتم من خلال دالة بسيطة، هذه الدالة راح تكون هي هذه الدالة. الدالة هي كالتالي، البرنامج شنو اللي راح يسوي؟ راح يأتي اولا الى الليست ادمن، راح يأتي الى الليست ادمن ويفتح اقواس مربعية بهذه الطريقة. طبعا هذني يعني قاعدة عامة لازم نحفظهن اللي هو اقواس مربعية بعد ما نستدعي الادمن. ايضا بداخل الادمن دوت اندكس، الاندكس هي تعني تحديث، دوت اندكس يعني تحديث البيانات. الفكرة هنا انه الليست هو ادمن، هذا الليست ادمن راح ندخل بداخله list admin dot index. admin dot index هو تحديث البيانات، هذه الدالة اسم list dot index تستخدم لتحديث البيانات، وراح يطلب من عند البرنامج راح نحدث البيانات أي جزء من هذه الأجزاء راح يتم تحديثه. بما أنه هو برنامج متغير ممكن ينكتب به بهاء ممكن علي ممكن أحمد، فما نقدر إحنا نكتب هنا البيانات اللي هو بهاء حدث لنا إياها، لا راح نطلب من البرنامج اي اسم يكتب هنا، اي اسم يكتب اسم الادمن يكتبه بعد ما يكتب الاسم ويشيك هذا الاسم ونثبت انه هذا الاسم هو من ضمن الادمن، هذا هو النيم،
راح يتم تحديثه. هذا النيم القديم، الاسم اللي احنا كتبناه القديم، راح يتم تحديثه الى الاسم نيو نيم اللي احنا حدثناه او كتبناه بشكل مرة اخرى حتى يتم التغيير. الفكرة انه الاسم القديم اللي هو تم طباعته بالنيو نيم راح يتم تحديثه بالاسم الجديد اللي هو بالنيو نيم اللي تم طباعته لاحقا. طيب بعد ما تم تحديث الاسم الجديد راح نظهر رسالة. هذه الرسالة مثلا راح تكون print okay مثلا بهذه الطريقة print، راح نكتب okay هذا الشكل. بعد ما ظهرت الرسالة okay راح نستعرض القائمة الجديدة بعد ما تم تحديثها، من خلال انه راح print راح نستعرض القائمة اللي هي اسمها admin. هذه القائمة راح نستعرضها، يعني بعد ما تم التحديث راح تطلع على رسالة للمستخدم اوكي، بعدها راح نستعرض القائمة الجديدة حتى نشوف التحديث هل تم ام لا. بعد ما ظهرت الرسالة راح نرحب بالمستخدم من خلال انه نكتب print، وطبعا راح نكتب هنا رسالة hello. بعد ما نكتب hello راح نضيف الاسم الجديد من خلال المتغير، طبعا نسوي بلس المتغير اللي هو النيو نيم، هو نفس الاسم الجديد اللي تم طباعته هنا نفسه راح نستدعيه حتى البرنامج يرحب بالمستخدم باسمه الجديد وليس اسمه القديم. بالبداية رحبنا به بالاسم القديم، هنا راح نرحب به بالاسم الجديد. طيب خلينا نجي نشيك العملية من خلال الرن هذه الطريقة. type your name مثلا بهاء اسمي، البرنامج راح يشيك انه بهاء ضمن الليست بهاء، راح يرحب بي هلو بهاء من خلال هذه الدالة print hello بهاء. بعد ما تشيك بعدها البرنامج راح يطلب من عندي أأكد لعملية التحديث update من خلال انه اكتب كلمة update، راح اخذ من عندها كوبي وارجع اعيدها او اكتبها من جديد. انا للسرعه راح استخدم كوبي. طبعا بعد ما اكدت عمليه التحديث راح يطلب من عندي البرنامج اكتب اسم جديد هنا print type the new name، طبعا بمتغير راح نخزنه اسمه new name. راح اكتب الاسم الجديد للادمن اللي هو راح يكون سلام، واللي طبعا راح يكون بدلا من الاسم بهاء. بعدها راح اضغط انتر، البرنامج راح يتم تغيير الاسم، تحديث الاسم، راح تظهر لي رسالة اوكي. بعد ما طبعا ان انا حدث لي الاسم راح تظهر لي رسالة اوكي، وراح يستعرض لي القائمة الليست اللي هي الجديدة بعد التحديث. مثل ما نلاحظ هنا كانت بهاء واصبحت سلام، غير لي الاسم بهاء الى سلام، وطبعا ظهرت لي رسالة جديدة بالاسم الجديد اللي هو نيو نيم اللي هو هلاو سلام. طبعا هذا تطبيق مبسط ومختصر وايضا ذكي واحترافي. اذا فهمتوا هذا التطبيق راح تكون لكم قاعدة قوية جدا بالتطبيقات القادمة. ضروري جدا هذا التطبيق ينفهم ويتطبق، في حال لو كان صعب عليكم بامكانكم تعيدوه مرة او مرتين راح تشوفوه جدا سهل وبسيط. ان شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة، نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.